حنان ماضي، صوت مصري أصيل بنبرة ناعمة ودافئة. فرضت موهبتها على الساحة الفنية لقوتها وثبات خطواتها التي اختفت لسنوات مع تقلب حياتها الشخصية واختلاف الذوق العام. ولدت المطربة المصرية حنان ماضي في عام 1966 في محافظة القاهرة لأسرة فنية من طراز خاص، فهي ابنة عازف الكمان محمد ماضي الذي كان عازف في فرقة أم كلثوم. عشقت الموسيقى منذ صغرها وتعلمت العزف على آلة الكمان، والتحقت بمعهد الموسيقى العربية الكونسرفاتوار. خلال دراسة حنان ماضي في المعهد كان يستعين بها زملائها كمطربة أكثر من كونها عازفة، وذلك لما كانت تتمتع به من صوت جميل. عندما عينت الدكتورة سمحة الخولي كعميدة لمعهد الكونسرفاتوار طلبت منها الغناء مع العزف على الكمان. انضمت الفنانة حنان ماضي لأوركسترا المعهد وسافرت إلى العديد من الدول الأوروبية لتعزف على الكمان، ومن أشهر الدول الأوروبية التي سافرت إليها المجر وألمانيا وكندا وبريطانيا. تخرجت من معهد الموسيقى بتقدير امتياز، ولكنها لم يتم تعيينها معيدة بالمعهد. كان غياب الفنان الكبير علي الحجار سبب انطلاقة حنان ماضي الفنية خلال صدفة صغيرة، وذلك أثناء تسجيل تترات مسلسل اللقاء الثاني، حيث كانت حنان موجودة في الاستوديو كعازفة كمان. وبسبب تأخر علي الحجار على بدء التسجيل طلب منها عمر خيرت مؤلف موسيقى المسلسل أن تسجل أغنية التتر بصوتها لحين وصول علي الحجار. سجلت حنان الأغنية بصوتها، وعندما حضر الحجار وسمع صوتها طلب من عمر أن تصاحبه الغناء في التتر، ومن هنا اسمها الفني، لتعيد التجربة في تتر مسلسل المال والبنون. ومن هنا اشتهرت بصوتها المميز الذي فتح لها مجال الفن والغناء من أوسع أبوابه. نعمت الفنانة حنان ماضي بحياة فنية خاصة، حيث تربت بالقرب من كوكب الشرق أم كلثوم حتى قابلتها وجها لوجه. وقد قالت عن هذا اللقاء: كنت فتاة صغيرة بعمر 7 سنوات وذهبت مع والدي الفنان محمد ماضي والذي كان عازف على الكمان في فرقة أم كلثوم ويجلس في الصف، وكنت أشعر بالخوف الشديد والتوتر حتى أن أحد الموجودين أغلق على أصابعي البيانو ولم أشعر من شدة التوتر، ولكن الفنانة أم كلثوم طمأنتني وأخذتني في حضنها وأعطتني 5 جنيهات. بعد تخرجها من المعهد تعرفت على عازف الكمان ياسر عبد الرحمن، كما تعرفت على الموسيقار القدير عمر خيرت. والتحقت حنان ماضي مع ياسر عبد الرحمن بالعمل في فرقة عمر خيرت الموسيقية، وقد اشترك معا في تنفيذ ألبومات عمر خيرت وأعماله الموسيقية التي اشتهرت في الثمانينات، مثل ألبوم العرافة والعطور الساحرة. ويرجع الفضل للموسيقار عمر خيرت لتوجيهها إلى ممارسة الغناء، فقد اكتشفت موهبتها الغنائية. تزوجت الفنانة حنان ماضي من عازف الكمان ياسر عبد الرحمن وأنجبت منه ابنتها حبيبة، وقام بإنتاج أول ألبوماتها الغنائية وهو ألبوم عصفور المطر، وذلك عام 1992. بدأت حنان ماضي مشوارها الغنائي في عام 1989 واشتهرت خلال فترة التسعينات، وقدمت العديد من الألبومات الناجحة والتي من أشهرها ألبوم عصفور المطر وإحساس في عام 1996، كما قدمت العديد من تترات المسلسلات التلفزيونية الناجحة معظمها مع زوجها الموسيقار الكبير ياسر عبد الرحمن. تمتعت حنان ماضي بحياة فنية وعاطفية ناجحة مع زوجها الموسيقار ياسر عبد الرحمن، ولكنها سرعان ما انتهت بالانفصال، وهو ما كان بداية تغير وتحول حياتها الفنية. فبعد انفصالها عنه شعرت حنان ماضي بضرورة التفرغ لتربية ابنتها حبيبة التي كانت في عمر 3 سنوات وقتها، وهو ما فسر ابتعادها لعدة سنوات عن الغناء والوسط الفني. وأكدت حنان ماضي قرار ابتعادها عن الفن وقتها خاصة
مع انخفاض ذوق الجماهير وانحدار مستوى الغناء، فقررت التوقف عن إصدار الألبومات واكتفت بالمشاركة في أغاني تترات المسلسلات وإحياء حفلات الأوبرا، كما رفضت تماما أن تدخل ابنتها مجال الفن والغناء لأنه مجال صعب. بعد سنوات من الغياب قررت حنان ماضي العودة لعامل الغناء، وبالفعل تحيي حاليا الكثير من الحفلات في دار الأوبرا المصرية، كما قد طرحت مؤخرا دويتو غنائي مع المطرب والشاعر عبد الله عاشور يحمل اسم جبر القلوب، وتبرز أهميته في الحياة وهي من كلمات عبد الله عاشور وألحان أحمد عاصم وتوزيع محمد شفيق وهندسة صوتية خالد رؤوف وإنتاج الموسيقى والمنتج نصر مرعي. والجدير بالذكر أن حنان ماضي توقفت في الفترة السابقة قليلا عن عملها الفني بعد وفاة والدها عازف الكمان الشهير محمد ماضي، والذي رحل عن عالمنا في مطلع أغسطس من عام 2020، والذي أمتعنا كثيرا بأعماله الفنية الخالدة مع كوكب الشرق أم كلثوم، تاركا ابنته لتكون خليفته في المجال الفني بصوتها الدافئ.